افتتح معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة فعالية يوم السكري العالمية التوعوية التي نظمتها الخدمات الطبية الملكية بالتعاون مع جمعية السكري البحرينية تحت شعار معرفتك بالمخاطر تساعدك على حسن الاستجابة. ويهدف المؤتمر إلى نشر التوعية عن مرض السكري وتحفيز المجتمع على اتخاذ الإجراءات الوقائية من المرض وكيفية التعايش معه والحد من مضاعفاته، وذلك من خلال تزويد المجتمع بالمعلومات التثقيفية والتوعوية والاستشارات الطبية، بالإضافة إلى البرامج التدريبية لمقدمي الخدمة الوقائية والعلاجية والتشخيصية لمرضى السكري وتحفيز الدراسات والأبحاث الخاصة بداء السكري. وقد شملت الفعاليات معرضا توعويا صحيا تقدم فيه الاستشارات الطبية والعديد من الكتيبات والملصقات والمعلومات التثقيفية والتوعوية حول مرض السكري بمشاركة العديد من التخصصات المتعلقة بمرض السكري بهدف تمكين المجتمع للوقاية من الإصابة بمرض السكري. واختتم معاليه الفعالية بماراثون المشي معربا عن شكره وتقديره لجميع الحضور المشاركين الذين يؤمنون باتباع نمط حياة صحي للتغلب على مرض السكري. جمعية السكر طبعا المستشفيات عموما مستشفى قوى الدفاع ومستشفيات الحكومة وحتى المستشفيات الخاصة كلها يعني تتعاون في هاليوم اللي تحاول ان يعني تزيد مسألة الوعي بمشكلة السكر بالنسبة للمواطنين وكيفية علاجه وكيفية التعامل معه. بحقيقة هذه كل المجهودات اللي سووها الجماعة من في جمعية السكري وفي المستشفيات قوى الدفاع وفي المراكز الصحية هذه كل الحقيقة جهد يعني فيه تعاون على أساس أن نوصل إلى أن حق الناس اللي هم في عندهم سكر وحق الناس حتى اللي ما عندهم سكر يكشفون على أنفسهم ويشوفون إذا كان عندهم سكر. هذا حقيقة شيء مهم جدا من ناحية التعريف ومن ناحية حتى اكتشاف حالات جديدة.